موجز الأخبار، أهلا بكم. تسبب منخفض التنين الذي يؤثر على المملكة بخسائر فادحة للمزارعين في الأغوار الشمالية ومنطقة وادي الأردن بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة. وأتت الرياح العاتية على البيوت البلاستيكية وأدت إلى تطايرها وتضرر عشرات الدنومات من المزروعات. كما أدى المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة إلى انهيار مدخل منزل في مدينة الزرقاء، ما تسبب في تحطم مركبة بالكامل. وأفاد مراسل رؤيا أن الخسائر اقتصرت على المادية ولم تسجل أي إصابات، وأظهرت صور إلى انهيار كامل في مقدمة المنزل وسقوط الركام على مركبة، ما تسبب في تحطمها بشكل كامل. كما تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت فجر هذا اليوم على محافظة الزرقاء إلى تشكل السيول ومداهمة المياه لبعض المنازل في منطقة الهاشمية. وللاطلاع أكثر على تداعيات الحالة الجوية على المملكة ينضم إلينا مراسلنا محمد أبو علوان من محافظة الزرقاء. محمد، أهلا بك. هل لك أن تضعنا على تداعيات الحالة الجوية في الزرقاء، وأيضا يعني أن تطلعنا على مجمل ما تسببت به الرياح العاتية والأمطار والسيول جراء هذا المنخفض؟ نعم، أهلا بك وجمعة مباركة. في حقيقة الأمر يعني هطلت كميات كبيرة من مياه الأمطار فجر اليوم الجمعة على محافظة الزرقاء كباقي محافظات المملكة. هذه مياه الأمطار والرياح العاتية والقوية التي تأثرت بها المحافظة تسببت بخسائر مادية كبيرة للمواطنين. ففي شارع المصفاة تسببت مياه الأمطار وتدفقها السريع في دخولها إلى المحال التجارية وخسائر مادية كبيرة تجاوزت آلاف الدنانير. وأيضا في منطقة وادي الحجر الموجودين فيها الآن إحنا ارتفاع منسوب سيل الزرقاء بشكل كبير وخروجه إلى مستوى الشارع ودخوله إلى عشرات المنازل على المحاذية لسيل الزرقاء، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة سواء في الأثاث والذهب والممتلكات العامة لهم. أيضا في أحد المنازل في الزرقاء انهار جزء منها على أحد المركبات، وهنالك إخلاء لعشرات المنازل من قبل كوادر الدفاع المدني في الزرقاء بسبب تدفق المياه إلى داخلها وغرقها بشكل كامل، وإخلاء ثمن منازل في منطقة هاشمية الزرقاء بسبب مياه الأمطار. الآن في منطقة وادي الحجر سيل الزرقاء الذي ارتفع منسوبه اليوم دخل إلى المنازل المحاذية إلى السيل وسبب خسائر مادية كبيرة. سيكون معي أحد المواطنين الموجودين في هذه المنطقة والقاطنين في محاذاة سيل الزرقاء. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. احكي لنا شو اللي صار معكم. والله احنا الفجر قاعدين زي هيك، يعني ما في، تفاجئنا وانه الوادي طبعا فاض فيضان مش طبيعي، واحنا متوقعين انه ما ياثر علينا لانه طالبنا الجهات المسؤوله اكثر من مره على يسووا المجاري والمناهل ويوسعوا الوادي شويه، وهذا الحكي كان كله فاضي بفاض، ما حدا رد على الثاني، وتوقعنا ما يفيد. قاعدين ببيوتنا الفجر ما تفاجئنا انه المي داهمه بيتنا، وبطلوع الروح لما هربنا من البيت، هربت البنات وابني من البيت هربنا، شايف كيف؟ وظل ورانا كل شيء بالبيت، الاثاث وذهب بنتي العروس وفلوس كان خاصه لنا وجمعيات، وكان معي فلوس انا كمان حاطه امانات لناس، راحت بحثنا عنها وين اغرق حالي؟ ادب حالي بالمي عشان بجيب الفلوس ولا ذهبات؟ خسرنا خسائر مادية كثيرة، ذهبات لبنتي وفلوس بالبيت عندي وفلوس أمانات كانت معي، وأثاث البيت طبعا ما عاد عندي ولا شيء غير الأواعي اللي لابسينها، لا أملك الآن أي شيء إلا لو ملابس لابسها أنا وابني وأهل بيتي. وكذا مرة طلبنا المسؤولين إنه يا جماعة الخير سووا لنا سور استنادي، إن شاء الله إن شاء الله، وهذا الحكي ما في منه، بيجي المسؤولين بيصوروا شوي بيضلوا طالعين، إن شاء الله بنعوضكم، إن شاء الله بنسوي، هذا الحكي ما في منه. طيب مين بده يعوضني الآن أنا؟
مين بده يعوضنا على الخسائر الماديه اللي خسرتها؟ انا اثاث بيتي وذهب وفلوس كلها امانات للناس، وين اروح فيها؟ الله يعوض عليك امي ان شاء الله، والحمد لله على السلامه. الان هم مهتمين بالكورونا، مهتموا بينا كمان احنا. نعم كمان ايضا معي احد المواطنين، يعطيك العافيه. يعني انت بيتك ايضا تعرق لدخول المياه له، تحكي لنا شو اللي صار معكم؟ والله الحمد لله على كل حال. طبعا المنطقة هاي أول شيء، المنطقة هاي حساسة جدا جدا جدا، يعني تقريبا المنطقة دائما كل سنة بنعاد نفس الشيء ونفس المكان. يعني هاي المنطقة الحساسة في كل الزرقاء تقريبا هي البؤرة اللي دائما كل سنة بنعاد نفس الحكي. يعني أنا الوالدي الله يعني صحيت على صوتها اليوم، صحيت على صوتها وهي صرخ بتقول، ونزلنا عليها يعني الدار كانت المي كانت معبي الدار كاملة، ودخلت المطبخ ودخلت الحمد لله ربنا ستر ودخلنا نقضنا الوضع. يعني بس نطالب بجدار استنادي، يعني لو سمحتوا بعد إذنهم المسؤولين جدار استنادي على جنب السيل، وجزاكم الله خير. شكرا عمي. يعني بالتأكيد خلينا نشوف الآن الأثاث يعني اللي سببت مياه الأمطار في غرقه. يعني هذه الصورة الآن من منطقة وادي الحجر بمحاذاة سيل الزرقاء، يعني شايفين الأثاث الموجود خارج المنزل جميعه أتلفته مياه الأمطار وارتفاع منسوب سيل الزرقاء. طبعا هذه المشكلة في سيل الزرقاء تتكرر في كل عام، لا يمر عام إلا وتتكرر هذه المشكلة وهذه الكارثة الكبيرة على أهالي الزرقاء ومنطقة وادي الحجر ومجرى سيل الزرقاء. هذه الصورة الآن وهذه الممتلكات. نعم. التي نعم تسببت مياه الأمطار اليوم في نعم. مين تعوضنا على الذهبات أستاذ وعلى المصاري؟ الأمانات لناسها برقبتي وين أروح فيها؟ نعم نعم الكلمة لكم في الأخبار. نعم شكرا جزيلا لك محمد أبو علوان مراسلنا، كنت معنا من محافظة الزرقاء وأطلعتنا على بعض خسائر المواطنين جراء السيول التي داهمت محافظة الزرقاء يوم أمس وفجر هذا اليوم. ينضم إلينا الآن من محافظة إربد مراسلنا زياد أنصيرات. زياد أهلا بك، هل لك أن تضعنا على آخر تفاصيل المنخفض الجوي وآخر الخسائر والأضرار التي تسبب بها هذا المنخفض؟ نحن الآن موجودون في منطقة وادي الريان، هذه المنطقة هي الأكثر تضررا كانت نتيجة تساقط الأمطار والرياح القوية. البيوت البلاستيكية هنا كان لها أضرار كبيرة، أكثر من اتحاد المزارعين قال أن أكثر من 40,000 بيت بلاستيكي تضرر نتيجة العاصفة التي دخلت إلى المنطقة ودخلت وأثرت بشكل كبير على الأغوار الجنوبية والأغوار الشمالية. نحن الآن في منطقة الأغوار الشمالية، المزارعون يتحدثون عن أن مئات البيوت البلاستيكية مدمرة كما ترون خلفي، هذا البيت دمر بشكل كامل. المزارعون يطالبون بصرف تعويضات لهم. على مستوى محافظة إربد شهد بعد منتصف الليل تساقط كثيف للأمطار، إلا أنه لم يسجل حوادث تذكر في مدينة إربد، إلا أن الألوية كان هناك ملاحظات عديدة خاصة في لواء الكورة ولواء المزار الشمالي حيث انقطعت الكهرباء لمدة ساعات. في الأغوار الشمالية كان الأثر أكبر على بعض المنازل. محافظ إربد رضوان العتوم قرر منتصف الليل إخلاء 6 منازل ونقل قاطنينها إلى مناطق أخرى. سقط سقف أحد المنازل وأصيب 3 أشخاص. فجرا توفي شخص وأصيب 3 آخرين في حادث سير على طريق إربد الأغوار الشمالية. يعني هذا كل ما لدينا بخصوص ما حصل خلال آخر 12 ساعة بعد دخول المنخفض الجوي. نعم شكرا شكرا جزيلا لك زياد أنصيرات، كنت معنا من محافظة إربد وأطلعتنا على ما أتت عليه الرياح والمنخفض الجوي والخسائر التي لحقت بالمزروعات في محافظة إربد. الآن ننتقل إلى مراسلنا محمد الكفاوين الذي هو الآن في محافظة الزرقاء، عفوا في محافظة العقبة، حيث تم الإعلان عن توقيف توقيف الملاحة البحرية وحركة السفن. كيف هي الأوضاع لديك الآن محمد وأنت في محافظة العقبة؟ مساء الخير ليلى لك ولجميع متابعي رؤيا.
حقيقة تأثرت محافظة العقبة منذ يوم أمس بهذا المنخفض الجوي العاصف الذي أثر على المملكة والذي صنفه موقع طقس العرب بالدرجة الرابعة، حيث هطلت الأمطار منذ يوم أمس، إلا أن حدة المنخفض ازدادت في محافظة العقبة مع ساعات فجر هذا اليوم، حيث هطلت أمطار غزيرة على مختلف مناطق المحافظة. حقيقة أكثر ما يميز هذا المنخفض في محافظة العقبة هو شدة الرياح التي رافقت هذا المنخفض، وهنا نتحدث عن رياح تجاوزت هباتها وفق الأرصاد الجوية في العقبة حاجز 140 كيلومتر في الساعة. هذه الرياح العاتية يعني ساهمت في اضطراب كبير لحركة الأمواج. اضطراب الأمواج هذا دفع الجهات المعنية وعلى رأسها دار محافظة العقبة وسلطة منطقة العقبة وكافة الجهات المعنية إلى وقف حركة الملاحة بشكل كامل. إضافة إلى ذلك، وأكد لنا محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد في تصريح لرؤية أنه تم سحب جميع البواخر من ميناء النفط والغاز، وتم وقف حركة البواخر وحركة القوارب وحركة الملاحية بشكل عام، وأكد أن هذا المنخفض هو غير اعتيادي وأنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة ستزداد حدته. حقيقة هذه الأمواج العاتية التي تشهدها المدينة الآن ساهمت في خسائر على الشط، يعني نتحدث عن الأشجار التي سقطت على الشط الموجودين في الآن والذي يسمى محليا بالميني هاوس، وأيضا ساهم في تعطل وتحطم بعض القوارب الصغيرة والمحلية، هذه القوارب الزجاجية المسماة بالزجاجية. إلى جانب ذلك، حقيقة أكد محافظ العقبة أنه تم اتخاذ إجراءات من شأنها إبعاد كافة المواطنين عن الشط، وتم منع المواطنين من الاقتراب للشط بسبب خطورة الأمواج العالية والعاتية والتي من المتوقع أيضا أن تتقدم إلى مراحل يعني ممكن تصل نهاية الشط بسبب سرعة الرياح. وحقيقة أكدت كافة الجهات المعنية الآن أنها اتخذت كافة التدابير للتعامل مع هذا المنخفض، وحذرت المواطنين من الابتعاد عن هذه المناطق. وحقيقة أكد المحافظ بأنه هناك أيضا حدثت أضرار بالنسبة لبعض يعني بعض المظليات الموجودة أمام البحر، لكن أكد بأنه هناك يعني أنه هذا المنخفض غير اعتيادي، وأكد أنه بالنسبة للسياح هناك سياح في محافظة العقبة، على الرغم أنه زي ما الجميع بيعرف أنه ملف كورونا هو أثر على كل العالم، لكن هناك سياح وهناك نسبة حجوزات، والسياح التزموا بقرار الجهات المعنية وحتى لم يذهبوا إلى رم ولا يعني ما خرجوا من فنادقهم التزاما بهذا القرار. إلى جانب ذلك أنه حتى المواطنين هناك كان التزام وتناغم إيجابي منهم مع هذه القرارات، وهناك يعني زي ما بتشاهدوا عدد قليل فقط من المواطنين حضروا إلى هذه المواقع وأغلبهم أصحاب لهذه القوارب فقط. يعني هذه الصورة هنا الآن، وبعد قليل راح أكون معكم بمواجز، راح ننقل لكم حالة لبعض سقوط بعض الأشجار في عموم مناطق العقبة. هذا كل ما لدي هنا في العقبة، وبنقل لكم الكلمة وللزملاء في استوديو الأخبار. شكرا جزيلا لك محمد الكفاوين، كنت معنا من محافظة العقبة وأطلعتنا على تطورات الملاحة البحرية والحالة الجوية في المحافظة، وشكر أيضا لشبكة مراسلينا كنتم معنا من شمال وجنوب ووسط المملكة. ننتقل الآن إلى معرفة آخر تطورات الحالة الجوية. ينضم إلينا من موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. دكتور جمال أهلا بك. يعني أمطار وعواصف رملية تشهدها وشهدتها المملكة يوم الأمس وفجر هذا اليوم، هل لك أن تضعنا في تطورات الحالة الجوية لهذا اليوم وأيضا للأيام القادمة؟ تفضل. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجميع مشاهدينا. فعلا الجزء الأول من المنخفض الجوي اللي بدأ تأثيره على المملكة يوم أمس، هذا الجزء تحرك والآن تحرك شرقا والآن فوق العراق. هذا الجزء أدى في البداية إلى ازدياد سرعة الرياح بشكل كبير جدا، وإلى حدوث عواصف رملية وترابية، وإلى زخات رعدية غزيرة من المطر كانت غزيرة الليلة الماضية، وأدت إلى حدوث السيول والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في كثير من الأماكن. صباح هذا اليوم ترى خفت حدة الحالة الجوية قليلا، لكن بقيت الأجواء باردة غائمة جزئيا. لكن الجزء الثاني من هذا النظام الجوي، والمقصود بالنظام الجوي أي المنخفض الجوي على السطح مع الحوض العلوي في طبقات الجو العليا، هذا حاليا يتمركز فوق مصر ويتحرك إلى الشرق باتجاه المملكة، وبدأ بعد ظهر هذا اليوم بالاقتراب تدريجيا من المملكة، وبدأت الغيوم تتكاثر وبدأت الأمطار تسقط.
هذه الوضعية أو الجزء الثاني من هذا النظام الجوي، من هذا المنخفض الجوي، سيستمر تأثيره على المملكة بقوة حتى ظهر الغد، لكن بعد ظهر الغد يخف تأثيره تدريجيا. وبالتالي فإن الأماكن التي سيحدث فيها هطول زي ما احنا ملاحظين على الخارطة، نهار يوم الجمعة هاي اللون الأزرق بتبين انتشار الأمطار بعد ظهر هذا اليوم وبعد العصر وبالمساء والليل هذه الليلة، وأيضا حتى ظهر الغد تنتشر الأمطار في معظم مناطق المملكة، تكون غزيرة أحيانا ويصحبها البرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه مرة أخرى وإلى جريان السيول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. وأيضا بتكون في البداية أو الآن توجد رياح نشطة في المناطق الجنوبية من المملكة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في منطقة العقبة، وكون الرياح أيضا جنوبية بتجعل البحر مائج والموج بيكون عالي، البحر بيكون عالي الموج، وبتوقع ارتفاع الأمواج في خليج العقبة نهار هذا اليوم والليلة القادمة وحتى صباح الغد يكون ما بين متر إلى مترين تقريبا. هذه الأمطار إذا راحت تكون شاملة، رايحة تكون غزيرة، وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في معظم مناطق المملكة بنتوقع حدوث أمطار غزيرة، زخات رعدية من المطر يصحبها البرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، حدوث سيول، جريان في الأودية والأماكن المنخفضة للمياه، أيضا حدوث بعض الانجرافات في المناطق الجبلية، وبتكون درجة الحرارة الصغرى في عمان بحدود 10 درجات مئوية لكن الملموسة 7، الرطوبة مرتفعة، سرعة الرياح في منطقة عمان بتكون ما بين 50 إلى 60 كيلومتر في الساعة، واتجاه الرياح جنوبي إلى جنوبي شرقي. أحوال الجوية المتوقعة خلال 3 أيام القادمة، يوم غد الأحد، يوم غد السبت عفوا، الأجواء بتكون باردة غائمة ماطرة، لكن بعد ظهر يوم السبت تخف شدة الأمطار وتخف سرعة الرياح، بحيث بتكون بالليل أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر، والصغرى 11. يوم الأحد بتميل الأجواء إلى الاستقرار، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، وبتكون العظمى 17 والصغرى 11، لكن ليلة السبت على الأحد هناك متوقع أن يتشكل الضباب ويؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، الاثنين استقرار تام وارتفاع آخر على درجات الحرارة، العظمى 19 والصغرى 11 درجة. بعض التوصيات والتحذيرات، أول شيء بنحذر من شدة الرياح وهبات الرياح في المناطق الجنوبية نهار هذا اليوم وهذه الليلة، خاصة في المناطق الجنوبية والعقبة قد تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة، أيضا حدوث اضطراب في البحر وبكون البحر مائج بشكل غير عادي، بيكون مضطرب في خليج العقبة، نعم. وارتفاع الأمواج يصل تقريبا إلى المترين، وأيضا ننبه من تشكل السيول وجريانها في الأماكن المنخفضة والأودية وارتفاع منسوب المياه وبعض الانجرافات والفيضانات. هذه الأحوال الجوية، نتمنى للجميع السلامة. الزملاء في رؤيا، نعم. إليكم الآن. نتمنى للجميع السلامة وشكرا جزيلا لك دكتور جمال الموسى، كنت معنا من موقع طقس العرب وأطلعتنا على تفاصيل الحالة الجوية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية موجزنا، للمزيد من الأخبار والمتابعات على مدار الساعة زوروا دائما موقع رؤيا الإخباري رؤيا نيوز.تي في وتطبيق رؤيا الإخباري، ويمكنكم تحميله من جوجل بلاي وأب ستور. الآن نترككم مع هذه المشاهد من منطقة وسط البلد واستعراض لتجار وسط البلد الذين يستعدون لمواجهة هذا المنخفض الجوي الذي شهدته ولا زالت تشهده المملكة.